الامس بخصوص موقف النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون الامور كلها خير. لكن في كل الاحوال، بما اننا بنتكلم في اطار المنافسه، ارجع لي بقى يا عادل كده معلش دقيقه واحده. بما اننا بنتكلم في اطار المنافسه، وبما اننا بنتكلم في ان لازم يكون في تنافس شريف، وده امر بيبقى مهم جدا جدا يعني، عشان يبقى في عداله نوعا ما، وعشان يبقى كل فريق عنده الفرص اللي من خلال اجتهاده وشغله وعمله يقدر يفوز من خلالها في بطولة الدوري. لكن للأسف أكيد إحنا بنشوف الدوري بصراحة السنة دي غريب وعجيب، يعني بنشوف ماتشات غريبة وماتشات بنبقى عارفين نتائجها قبل ما تتلعب، وبنشوف كمان مشاكل بتتعلق بالجانب التحكيمي، وبنشوف كمان جمهورين بيبقوا مبسوطين جدا لما مباراة تخلص بانتصار فريق عن التاني عشان هم اولاد عم، وبنشوف كمان حاجات تعتبر عجيبة شوية، وبتشوف كمان فريق ازاي بيلعب قدامك بيبقى حاجة، وقدام اي فريق تاني بيبقى حاجة تانية خالص. بيحصل يعني، وانا مقدر كده جدا جدا. ليه؟ لسبب بسيط جدا. اي فريق في مصر واي لعيب داخل الدوري المصري بالنسبه له مباريات النادي الاهلي دي هي المباريات اللي يقدر من خلالها يثبت قد ايه هو لعيب كبير، قد ايه هو لعيب مميز، فبيطلع كل الطاقه اللي عنده، وبيبقى عارف ان جمهوره منتظر ان ماتشات الاهلي دي لازم تطلع لي بنتيجه ايجابيه، لازم احس ان انت عملت حاجه في الماتش، بخلاف بعض المباريات الاخرى، بخلاف بعض المباريات الاخرى يعني. لكن انا بشوف دايما ان الرياضه المفروض تبقى تنافس شريف. الأهلي بيتنافس هذا التنافس الشريف رغم إنه مش بيلاقي أي عدالة تحكيمية، وبيلاقي ظلم واضح جدا جدا جدا. فأنا هخرج من نقطة أروح لنقطة تانية، لأن الشيء بالشيء يذكر، وهي نقطة إيه؟ نقطة الأخطاء التحكيمية المتكررة بشكل ملحوظ في مباريات النادي الاهلي، بشكل ملحوظ وملموس وكل حاجه في مباريات النادي الاهلي. انا في مره باذن الله تعالى كده هجيب لكم ايه تقريبا لحد دلوقتي 11 ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. 11 ضربه جزاء، 11 بدون مبالغه، هعرضه لكم بس مش وقته، احنا لسه في منافسه ولسه الدوري ما خلصش فهنتظر يعني. هتقولي طب ما هو في فار ما بيحسبهاش ليه؟ هقول لك والله ما اعرفش، انا بصراحه مش عارف. فياريت حتى كده تجيبوا لنا اللقطه بتاعت امبارح، ضربه الجزاء اللي لينا والله بالنسبه للنادي الاهلي في الشوط الاول مباراه انبي، ضربه جزاء واضحه وضوح يعني مش قادر اقول لك. بص كده معايا، ادي علي معلول شاط الكوره، الكوره بقى ايه؟ لا ده انت خليك معايا بقى كده وبالراحه قوي، خليك معايا وبالراحه قوي. الكرة اهو علي معلول لعبها عرضية، في العرضية قوية شوية، جت في ايد الراجل مدافع انبي، الكرة نزلت تحتيه يعني، يعني مثلا ايه، مش بس ما غيرش اتجاهها، لا ده وقفها خالص، وقف الكرة بايده. هتقول لي عند مش عندك، ايده مش جنب جسمه، ايده مش لازقة في جسمه، في تكبير واضح جدا في الجسم، ايده بعيد عن جسمه. يا جماعة قولوا لنا، الله يبارك لكم، قولوا لنا دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ ولا احنا عندنا مفاهيم مختلفة للكورة؟ ما هو احنا عندنا مفاهيم تانية مختلفة وغلط، يا اما انتوا، ما هو مفيش تالت للموضوع. هي دي ضربة جزاء ولا لا؟ ما هو انت هتقول لي يا عم انتوا كسبتوا بقى خلاص، لا مش هقف، انا كسبنا عادي، ما بنكسب. لكن الاخطاء اللي زي دي اخطاء فجة، اخطاء فجة. محمود عاشور الحكم كامل الاحترام والتقدير ليه، هو كان حكم الفار في الماتش اللي فات بتاع الاسماعيلي اللي ما حسبش ضربه جزاء، لا جاي تمام ما حسبش كمان ضربه الجزاء دي. فاحنا بنتكلم يا جماعه التنافس الشريف، سيبك من حته ايه ان ممكن فريق يبقى قدامك حاجه وقدام غيرك حاجه تانية، برضو دي المفروض في ايدينا احنا، برضو دي في ايدينا احنا، برضو احنا اللي نقدر نخلص الماتشات بالمناسبه عشان ابقى واقعي يعني. لكن الحاجات اللي زي دي
لا غريبة غريبة السنة دي مع الأهلي، غريبة. السنين اللي فاتت كانت بتحصل أخطاء تحكيمية مع كل الأندية، مع كل الأندية عادي، لأن الإمكانيات ضعيفة. إمكانيات الحكام عندنا أغلبيتهم 95% منهم إمكانياتهم ضعيفة، أتمنى إن هم يطوروا من نفسهم. فكنا بنقول في مشاكل مش عارف إيه، والفار، وعبال ما دخل الفار وعبال ما فهموا الفار لغاية دلوقتي تقريبا ما فهموش الفار، فلسه الأخطاء مستمرة. بس المشكلة بالنسبة لي الأخطاء مستمرة مع الأهلي بس، بضربات جزاء صحيحة 1000000% بس مع الأهلي، مع الأهلي، لكن مع أي نادي تاني ما بتحصلش. فأنا مستغرب من الموضوع ده. فإحنا دايما يا جماعة بنتمنى التنافس الشريف، مش عايزين أكتر من كده. إحنا مش عايزين حد يساعدنا خالص ولا تساعد غيرنا. خلي اللي يكسب بطولة يبقى من خلال جهده وعرقه في الملعب، من خلال شغله، مش عايزين أكتر من كده والله. في كل الأحوال، في كل الأحوال نتمنى إن الناس تاخد بالها بعد إذنكم، منظومة التحكيم في مصر، المسؤولين عن التحكيم في مصر يخلوا بالهم من الحاجات دي، الله يبارك لكم، لأن كده مش عايزين يبقى فيه مشاكل، مش عايزين يبقى فيه قيل وقال وكلام كتير كده. إحنا مش في حاجة ليه بصراحة يعني، إحنا عايزين عدالة تحكيمية وتنافس شريف ليس إلا. ده فيما يتعلق بمباراة امبارح، وفيما يتعلق ببعض الأمور المستغربة من خلال بعض المباريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا.